والفاعلين مكان التنفيذ يا شباب، والفاعلين مكان التنفيذ. الله يجزيكم خير، الله يجزيكم خير. عليم عليم يا تحضر وهذا أحد الأجزاء المتبقية، ربما هو فقط هذه الجزء الوحيد الذي بقي ساق على مكان سقوط هذه الطائرة. كما نلاحظ معظم أجزاء الطائرة التي كما ذكرنا هي عبارة عن طائرة رشاشة تم إسقاطها بصاروخ ميمطة. جسد خنزير هناك، جسده وينها؟ جسد مجرد. والله يا ايادي كحرضي يقع لسدونا بسام. طائرة بتنفيذ عدة غارات على مدينة سراقب استهدفتها هي الحربية وأدت إلى إسقاطها بأهل كامل.